اتفقنا، هي اناتومي اوف ذا فرونت اوف ذا ثاي. بالنسبه للفرونت اوف ذا ثاي لازم احط سلايد كده الاول، هي عباره عن الاي ال اوز الانتندد ليرنينج اوتكمز، او ايه الاهداف او مستخرجات التعلم اللي انا عايزك تطلع بيها من محاضره النهارده. هعمل سكيما بسيطه قوي كده مايند ماب من اللي انتوا بتحبوها. هتتكلم عن ايه يا دكتور النهارده في الفرونت اوف ذا ثاي؟ هتكلم عن الاتي. اولا الفاشيا اوف ذا ثاي، هذكر في الفاشيا اوف ذا ثاي الموضوعات الاتيه. طبعا الفاشيا احنا درسناها قبل كده في الانتيجومنتري سيستم في الانترودكشن انها بتتقسم للسوبرفيشال فاشيا ودي فاشيا. هتكلم عن السوبرفيشال فاشيا اوف ذا ثاي بصفه عامه كده، وساعتها هلاقي ان هي كونتيننج السوبرفيشال نيرفز اند فيسلز اند لينفاتيك. بعد كده هيجي موضوع الديب فاشيا اوف ذا ثاي اللي احنا بنسميها فاشيا لاتا. هنعرف الاتاتشمنتس بتاعتها، وهنعرف السبيشال ايتمز اللي فيها اللي هي السافنس اوبننج والاليوتيبيال تراكت اند انتر ماسكولار سيت. يبقى اول جزء من محاضره النهارده ان شاء الله هيهتم بالفاشيا اوف ذا ثاي اللي هي عباره عن سوبرفيشال فاشيا. هنعرف هي شكلها ايه بالظبط وايه اللايرز بتاعتها، ونقوم نقول ذكر بسيط كده لمعظم الحاجات اللي موجوده فيها. زي ما انتم عارفين الكوتينيوس نيرفز دي بنعرفها بس كده من صوره معينه تكون بس معرفانا كل كوتينيوس نيرف رايح يغذي ايه، وطبعا مش بيبقى مطلوب مننا قوي الكورس بتاع كل نيرف وطالع منين ورايح فين، او بيبقى مطلوب مننا بس الحاجات المكتوبه عندكم في الكتاب. بالنسبه للديب فاشيا طبعا هتكلم على الاتاتشمنت بتاعتها بالتفصيل، واعرف هي موجوده في الثاي ازاي وعامله انفستنج للثاي ازاي، واتكلم على السبيشال ايتمز اللي فيها اللي احنا قلنا عليها. تاني كاتيجوري من المحاضره بعد ما نخلص الفاشيا هنتكلم على المسلز اوف ذا فرونت اوف ذا ثاي. هلاقي المسلز دي متقسمه ثلاثه كاتيجوري ظراف جدا. اول كاتيجوري عضلتين جايين من البوستيريور ابدومينال وول اللي هي الصوص ميجور اند الياكس. هلاقي الصوص ميجور والالياكس العضلتين دول بيشتغلوا على الهيب جوينت بس. تاني كاتيجوري هلاقي التنسور فاشيا لاتا اند سارتوريوس، دول عضلتين تانيين بيشتغلوا على الهيب اند ني جوينت، على الاثنين اكتنج اون بوث هيب اند ني جوينت. النوع الثالث والاخير او الجزء الثالث والاخير هو الكوادريسبس ماسل اللي هي العضله الرباعيه بتاعه الفخذ من الامام، كوادريسبس ماسل، ودي بتبقى المين اكستنسور اوف ذا ني جوينت، هي العضله الاساسيه اللي بتخلينا نعمل اكستنشن in the knee joint. اوكي. الجزء الثالث من المحاضره طبعا المسلز اوف ذا فرونت اوف ذا ثاي هتناولها بالاوريجن والانسرشن والاكشن والنيرف سبلاي، ولو في حاجه ابلايد اناتومي او كلينيكال اناتومي نقدر نقولها عليها هنقولها. بالنسبه للجزء الثالث من المحاضره هتبقى سبيشال ايتمز ان ذا فرونت اوف ذا ثاي، والسبيشال ايتمز دي هتشمل اريا موجوده ديبريشن كده موجود في الابر بارت اوف ذا فرونت اوف ذا ثاي اسمه فيمورال ترينجل، وطبعا هذكر الكونتنتس بتاعته وهتفرج عليها في صوره ظريفه جدا بعد شويه ونعرف ايه الفيمورال ترينجل ده بالظبط. بعد كده من ضمن الكونتنتس اوف ذا فيمورال ترينجل في حاجه خاصه جدا اسمها فيمورال شيث، لازم اتكلم عليها واتكلم على الكومبارتمنتس بتاعتها اللي هي جزء من الكومبارتمنتس بتاعت الفيمورال شيث دي. هلاقي حاجه اسمها فيمورال كانال، واهم حاجه في الفيمورال كانال ان انا اعرف الكلينيكال سيجنيفيكانس بتاعها. يبقى اذا السكيما بتاعتي في محاضره النهارده، طبعا انتوا كده عرفتوا ايه اللي انا هقوله في المحاضره علشان وانتوا مكملين معايا سماع للتسجيل بتاع المحاضره تكون عارف انا هتكلم عن ايه بالظبط. هتقول لي يا دكتور امال فين النيرفز والفيسلز ان ديتيلز؟ هقول لك ان دكتور احمد دايما بيحب يخلي النيرفز والفيسلز تجميعات في الاخر علشان الم لك بيها كل الكورس والديستريبيوشن بتاع النيرفز، واقول لك كمان الابلايد اناتومي بتاعه، فبتبقى ان شاء الله محاضره مجمعه. سمعت ان انتوا استفدتوا منها كتير في الابر ليمب، واتمنى ان شاء الله ان الاستفاده كمان توصل في اللور ليمب. يبقى اذا اول ايتم هتكلم عليه النهارده هيبقى الفاشيا اوف ذا ثاي. الفاشيا اوف ذا ثاي هتكلم فيها عن السوبرفيشال فاشيا ودي فاشيا، وهستطرق في الكلام للاتاتشمنتس او الحاجات المهمه بتاعه الدي فاشيا، يعني الاتاتشمنتس بتاعتها والسبيشال ايتمز اللي فيها. اوكي؟ بعد كده هنتكلم على المسلز اوف ذا فرونت اوف ذا ثاي ريجاردنج اوريجين انسرشن اند نيرف سبلاي والاكشن ان ديتيلز، وطبعا قسمناهم لصوص ميجور والياكس بيشتغلوا على الهيب جوينت بس،
تنسور فاشيالات and sartorius بيشتغلوا على الهيب and knee joint. quadriceps are the main extensors of the knee joint. نيجي للسبيشال ايتمز بتاعت الفرونت اوف ذا ثاي، هلاقيها مترتبه متسلسله كده. ديبريشن موجود فوق في الفرونت اوف ذا ثاي اسمه فيمورال ترانجل، من ضمن الكونتنتس بتاعته حاجه اسمها فيمورال شيف. من ضمن الكومبارتمنتس اوف ذيس فيمورال شيف هعمل اتنشن جامد قوي لمنطقه اسمها فيمورال كانال اند اتس كلينيكال سيجنيفيكانس. اوكي، نسمي الله في اول موضوع اللي هو الفاشيا اوف ذا ثاي. نمبر ايه في الفاشيا اوف ذا ثاي هيبقى ذا سوبرفيشال فاشيا. طبعا الصوره دي صوره تخيليه للفرونت اوف ذا ثاي بالكوتينيوس نيرفز اللي موجوده فيها، وهقول لكم ايه اهم كوتينيوس نيرفز بحيث تبقى سكيما سهله نحفظ بيها الكوتينيوس نيرفز. السوبرفيشال فاشيا دي بقول لك ان الابر بارت اوف ذا ثاي، يعني المنطقه اللي انا بشاور عليها بالسهم دي above the inguinal ligament، بتبقى continuous with the superficial fascia بتاعت اللور بارت اوف ذا anterior abdominal wall. ولما درسنا الانتجومنتري سيستم عرفنا ان السوبرفيشال فاشيا اوف ذا abdominal wall تنقسم لسوبرفيشال فاتي لاير اند ديب ممبرينس لاير. علشان anterior abdominal wall ما فيهاش ديب فاشيا، فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلى السوبرفيشال فاشيا تنقسم لسوبرفيشال فاتي لاير اند ديب ممبرينس لاير. ونرجع بالذاكره ان ليه الانتيرو ابدومينال وول ما فيهاش ديب فاشيا؟ علشان الديب فاشيا از ان الاستيك ممبرين. عمري ما هقدر اعمل ابدومينال ديستنشن بعد ما اكل، يعني بطني تتمدد بعد الاكل، او السيدات لما يتحولوا الى سيدات حوامل بطنهم بتتمدد، فما ينفعش احط على البطن ان الاستيك ممبرين او ديب فاشيا قويه تمنع البطن من التمدد. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما حطش ديب فاشيا في الانتيريو ابدومينال وول، حط بدلها ان السوبرفيشال فاشيا انقسمت لتو لايرز، سوبرفيشال فاتي لاير اند ديب ممبرينس لاير. وطبعا فاكرين ايه الحته الثانيه اللي في الجسم اللي ما فيهاش ديب فاشيا؟ ايوه برافو عليكم، ذا سكالب اند فيس، فروه الراس والوجه. علشان الوجه بتاعي برضو يبقى حر الحركه، ما ينفعش اربطه بديب فاشيا ان الاستيك تاف ممبرين. فالأبر بارت اوف ذا ثاي فوق خالص هتلاقي السوبرفيشال فاشيا بتاعته continuous with that of the anterior abdominal wall، عشان كده بتبقى فيها superficial fatty layer and the membranous layer. طيب بس تحت الانجوينال ليجامنت، below the inguinal ligament، الثاي محتاج deep fascia تعمل investing للdeep muscles والdeep structures. علشان كده تحت الانجوينال ليجامنت ماذا يحدث للmembranous layer؟ بمنتهى البساطة the deep membranous layer will fuse، هتعمل fusion، هتندمج مع الديب فاشيا اوف ذا ثاي. علشان ارجع لتقسيمتي الطبيعيه ان الثاي يبقى عباره عن سوبرفيشال فاشيا اند ديب فاشيا. يبقى ايه التركه بتاعت السوبرفيشال فاشيا اوف ذا ثاي؟ انها above the inguinal ligament is continuous with the fascia of the abdomen and the fascia of the anterior abdominal wall ما فيهاش ديب فاشيا، هي عباره عن سوبرفيشال فاتي لاير اند ديب ممبرينس لاير. اما تحت الانجوينال ليجامنت هتقوم الديب ممبرينس لاير اوف ذا سوبرفيشال فاشيا ويل ميك فيوجن، يعني هتندمج مع الديب فاشيا اوف ذا ثاي. وارجع تقسيمه الفاشيا الطبيعيه بتاعتي ان انا عندي سوبرفيشال فاشيا اند ديب فاشيا. بالنسبه للسوبرفيشال فاشيا هتلاقيها تحتوي على الكوتينيوس نيرفز، الاعصاب اللي هي الكوتينيوس الجلديه بتاعت الجلد، اند سوبرفيشال فيسلز. من ضمن امثله السوبرفيشال فيسلز التلاتة superficial branches of the femoral artery اللي هو واحد بيروح كده ناحية الجينيتاليا اسمه superficial external pudendal artery، واحد يطلع كده ناحية الابدومن اسمه superficial epigastric artery، واحد يطلع كده ناحية الانتيرور سوبيو ايليك spine اسمه superficial circumflex ايليك artery. طبعا الاسامي صعبة شوية، علشان كده انا فضلت ان انا اخلي النيرفز والفيسلز في محاضرات مجمعه في الاخر، يكون عظمك بقى ناشف شويه في اللور ليمب ومشيت شويه وبقيت اكثر خبره في اللور ليمب. وطبعا السوبرفيشال فاشيا بتحتوي على السوبرفيشال انجوينال ليمف نودز، كلمتين صغيرين قوي على السوبرفيشال انجوينال ليمف نودز دي، انها موجوده في الانجوينال ريجون في المنطقه اللي بين الثاي والابدومن هنا كده، وهي عامله زي حرف تي ليها ترانسفيرس ليمب اند فيرتيكال ليمب. وكفايه قوي على كده، مش عايز تفاصيل اكتر من كده.
بالنسبة لأسامي الكوتينيوس نيرفز عندي ثلاثة كوتينيوس نيرفز اوف ذا ثاي. اللاترال اسمه لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي، اللي في النص اسمه انترميديت كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي، الميديال اسمه ميديال كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي. ده بياخد الديستريبيوشن بتاع السكين بتاع الحتة دي، والانترميديت بياخد الديستريبيوشن بتاع السكين بتاع الحتة دي، والميديال بياخد الديستريبيوشن بتاع السكين بتاع الحتة دي. وبلاقي فيه نيرف كده مهم قوي فوق اسمه فيمورال برانش اوف جينيتو فيمورال نيرف. نازل لي نيرف من البليكسس اللي فوق اللي هدرسها بعد كده، لامبر اند سيكرال بليكسس، اسمه جينيتو فيمورال نيرف، يعني نيرف رايح للجينيتاليا الاعضاء التناسليه اند الفيمورال سكين اللي موجوده هنا. فليه جينيتال برانش بيروح ناحيه الجينيتاليا وله فيمورال برانش. فده الفيمورال برانش اوف ذا جينيتو فيمورال نيرف بيسبلاي ذا سكين اوفر ذا فيمورال ترينجل. اوفر ذا فيمورال ترينجل. يبقى انا يهمني من كل اللي انت شايفه ده الثلاثه كوتينيوس نيرفز اوف ذا ثاي، ميديال وانترميديت ولاترال، والفيمورال برانش اوف جينيتو فيمورال نيرف، عشان ده اللي انا هذكرهم بعد شويه تاني في المواضيع اللي هاخدها. بعد ما خلصنا السوبرفيشال فاشيا بمنتهى البساطه هلاقي الديب فاشيا اوف ذا ثاي. اول معلومه هقولها عليها انها اسمها فاشيا لاتا. So what is the fascia lata? It is the deep fascia of the thigh. بمنتهى البساطة. الفاشيا لاتا دي لو بصيت عليها هلاقيها investing the thigh like a stocking. تخيل معايا ان انت لابس شراب طبي يصل الى اعلى منطقة في الثاي بتاعتك، في الفخذ. واخد اعلى الثاي بتاعك داير ما يدور، كأنك لابس شراب طبي بالظبط. او شراب طبي، في بعض الناس بتحب تضم الشيل وبعض الناس بتحب تفتح الشيل. مش هنختلف مع بعض على ضم الشين وفتح الشين بالمناسبة، يعني كل واحد والثقافة بتاعته. أهم حاجة إن دي فاشيا أوف ذا ثاي زي ما أنت شايف investing the thigh like a stocking، كأنك لابس شراب طبي واصل لأعلى نقطة في الثاي داير ما يدور. علشان كده تخيل معايا، مش عايزك تحفظ، تخيل إن أنت لابس شراب طبي واصل لأعلى نقطة في الثاي بتاعتك داير ما يدور. هيبقى حافة الشراب من فوق دي لمسة ايه؟ بمنتهى البساطة هتبقى لمسة الاتاتشمنت اوف ذا فاشيا لاتا سوبيريولي. اعمل كده خط داير ما يدور وبص معايا على الرسمة التخيلية دي. ادي البيوبيك بون بتاعتنا على الناحية اليمين عاملة ارتكيليشن مع البيوبيك بون على الناحية الشمال. البيوبز مكون من بودي سوبيريو بيوبيك ريمس اند انفيريو بيوبيك ريمس. بعد كده عندي من ورا السيكرم، وفي ارتكيوليشن بين السكرم والإيليم، يبقى ده الإيليا كريست. بعد كده في غشاء او ليجامنت موصل بين الانتيريور سوبيريور إيليا سباين وذا إيليا كريست اند بيوبيك تيوبركل اسمه الانجواينال ليجامنت. يبقى اذا ما هو خط الاتاتشمنت اوف ذا ديب فاشيا سوبيريولي؟ هتقولي والله يا دكتور من غير ما احفظ، انا عارف ان الباك اوف ذا سكرم هيوصلني بعد كده، يعني سكرم اند كوكسكس هيوصلني للإيليوم وخصوصا الإيليا كريست. هوصل للانتيرور اند اوف ذا إيليا كريست، هلاقي نفسي وصلت للانجواينال ليجامنت اللي يقوم وصلني للبيوبز، فامسك في السوبيريور بيوبيك ريمس والانفيريور بيوبيك ريمس، ثم امسك في الاسكيال ريمس، اقوم واصل ورا للاسكيال تيوبروزيتي اند ذا ساكرو تيوبرس ليجامنت علشان اقفل الدايره. انا بدات بالسيكرم لازم انتهي بالسيكرم. يبقى اذا بص معايا على الرسمه دي كده، the attachment of the fascia lata superiorly is a continuous line داير ما يدور back of sacrum and coccyx. افتكر ان هي دي العظمه اللي انا بدات بيها، ثم اطلع على الاليا كريست، اوصل للانتيريور superior iliac spine، فامسك في الانجواينال ليجامنت اللي هيوصلك للبيوبز، هتمسك في السوبيريور بيوبيك ريمس وفي الانفيريور بيوبيك ريمس وفي الاسكيال ريمس وفي الاسكيال تيوبروزيتي، وبعد كده في ليجامنت من ورا بيوصل الاسكيال تيوبروزيتي للسيكرام تاني اسمه ساكرو تيوبرس ليجامنت. يبقى انت كده قفلت الدايره داير ما يدور. So the attachment of the fascia lata superiorly بمنتهى البساطه is a continuous line داير ما يدور بالعظم بتاع الحوض بتاعك داير ما يدور في كل رجل، وبالليجامنتس اللي بتوصل العظم ده ببعضه. تو ليجامنتس اللي هم الانجواينال ليجامنت من قدام
والساكروتيوبرس ليجامنت من ورا والعظم اللي هو داير ما يدور بالمنظر ده. اظن سهله، مش عايزين نحفظ. وانفيريولي بكل بساطه هتمسك عند الركبه في كل العظم البارز اللي عندك. ايه البروزات اللي عندي؟ بمنتهى البساطه الاثنين فيمورال كوندايل، الاثنين تيبيال كوندايل، الهيد اوف ذا فيبولا اند كبسول اوف ذا ني جوينت اللي محوطه التيبيا والفيبيا اللي محوطه التيبيا والفيمر عشان تعمل لي تحوط على ني جوينت. يبقى سوبيريولي اتس اتاتشد تو ذا بوني بروميننسز اوف ذا ابر بارت اوف ذا بيلفيس. من فوق بالمنظر ده داير ما يدور كانك لابس شراب بالظبط، وتحت هتمسك برضه داير ما يدور at the level of the knee joint in the bony prominences around the knee اللي هو الفيمورال كوندايل والتيبيال كوندايل والهيد اوف ذا فيبولا. العلامات اللي منقطه باللون الاحمر ده هو ده السايت اوف اتاتشمنت. يبقى بمنتهى البساطه البس شراب طبي طويل يوصل لحد اعلى نقطه في الساي عندك داير ما يدور، وبص بقى كده وشوف الشراب ده الحافه بتاعته من فوق او الاستك بتاعه وصل لعظم ايه بالظبط، خده داير ما يدور هتلاقيه هو السوبيريور اتاتشمنت، وامسكه كده على ركبتك شوف هيمسك ايه في منطقه الركبه بتاعتك، هتلاقي دي الانفيريور اتاتشمنت او ذا فاشيا لاتا او ذا ديب فاشيا اوف ذا ثاي. هنيجي دلوقتي لنقطه مهمه جدا، وات ار ذا سبيشال ايتم اوف ذا فاشيا لاتا. ثلاث مواضيع كده مهمين جدا ليهم علاقه بالفاشيا لاتا. اول موضوع هو السافينس اوبننج، الفتحه الصافنه هي فتحة موجودة في الديب فاشيا. يا ترى دي مكانها فين؟ تخيل معايا ان اللي باللون الاخضر ده هي الديب فاشيا بتاعتي. وادي السوبرفيشيال انجوينال لينف نودز اللي كانت موجودة في السوبرفيشيال فاشيا، شايفها؟ فاكر لما قلت لك انها ليها ترانزفيرس او هوريزونتال ليمب اند فيرتيكال ليمب عاملة زي حرف التي؟ This is the superficial inguinal lymph nodes. يبقى اللي بالاخضر ده اللي تحت دي هو اللي الديب فاشيا اوف ذا ثاي او الفاشيا لاتا اوف ذا ثاي. بص فيها كده هتلاقي فيها الشباك ده فتحه اسمها سافينس اوبننج. سافينس اوبننج اتس ان اوبننج ان ذا ديب فاشيا اوف ذا ثاي بريزنت 3 سنتيمتر بيلو اند لاترال تو ذا بيوبيك تيوبركل. بيلو اند لاترال تو ذا بيوبيك تيوبركل. بص كده عليها هتلاقي ليها مارجن شارب سوبيريولي لاترالي اند انفيريولي اند ذيس مارجن از نوت شارب ميديالي. يبقى الشارب مارجن بتاعها فين يا اولاد؟ زي ما هو باين في الصوره سوبيريور لاترال اند انفيريور، فعشان كده هنسمي الشارب بوردر اللي مش كامل ده فالسي فورم بوردر. يبقى ادي الحاجه المحوطه ده عليها. طب متغطيه بايه؟ بالعقل كده هي فاتحه في الديب فاشيا هتبقى covered by ايه؟ برافو عليكو، by superficial fascia. يبقى هي covered by thin layer of superficial fascia. تتميز هذه thin layer of superficial fascia انها مخرمة زي المصفى، اسمها cribriform fascia. So what is the definition of the cribriform fascia present in the thigh؟ هتقولي it is a thin plate of the superficial fascia covering the saphenous opening. وكريبري فورم ليه؟ عشان عامله زي المصفى مخرمه علشان تدي باسج للاستراكشرز الاتيه. ربنا سبحانه وتعالى خالق لي السافنس اوبننج دي علشان تبقى ممرات لحاجات تخش من بره لجوه او حاجات تطلع من جوه لبره. تعالوا كده نبص على الحاجه اللي هتخش من بره لجوه. شايف الفين الطويل ده اللي كان موجود في السوبرفيشال فاشيا؟ It is the great saphenous vein. رايح يدخل في السافنس اوبننج to end in the femoral vein اللي موجود دي جوه ده. يبقى اذا الاوبننج دي مهمه علشان تدي باسج فور ذا سوبرفيشال جريت سافينس فين انه يدخل من خلالها ويوصل للفيمورال فين شخصيا اللي هو ديب قوي. الجريت سافينس فين يدخل عشان يوصل للفيمورال فين، وبتدي باسج لحاجات بقى جايه من تحت وطالعه عايزه تبقى سوبرفيشال اللي هم الثلاثه سوبرفيشال برانشز of the femoral artery اللي انا لسه قايلهم السلايد اللي فاتت. وقلت لك معلش
الاسامي هتبقى صعبه شويه، نكررها تاني مع بعض. شايف الفيمورال ارتري كان بيلو ذا ديب فاشيا لانه ديب ستراكشر، ادى ثلاثه سوبرفيشال برانشز عملت بيرسنج للكريبري فورم فاشيا عشان تطلع بره وتبقى سوبرفيشال. واحد راح ناحيه الجينيتاليا اسمه سوبرفيشال اكسترنال بيودندل، واحد راح طلع ناحيه الابدومن اسمه سوبرفيشال ايبيجاستريك، يعني له علاقه بالايبيجاستريك اريا منطقه المعده والابدومن يعني، واحد طلع رمى نفسه ناحيه الانتيريور سوبيريور ايلياك سباين فبقى اسمه سوبرفيشال سيركمفليكس ايلياك ارتري. واحد يسالني سؤال مهم جدا بيجي في الام سي كيو، طب بالنسبه للسوبرفيشال فينز اللي هي متسميه نفس اسامي الثلاثه ارتريز دول اللي هو سوبرفيشال اكسترنال بيودندال فين، سوبرفيشال ايبيجاستريك فين، وسوبرفيشال سيركمفليكس ايلياك فين، هل دولت بيعملوا بيرسنج للكريبري فورم فاشيا اوف ذا سافنس اوبننج؟ هقول لك لا خالص، ده هم بيروحوا ينتهوا في الجريت سافنس فين، وهو بقى باباهم هو لوحده اللي بيعمل البيرسنج عشان يوصل للفيمورال فين ديبلي. اذا ذا كريبري فورم فاشيا معلومه مهمه قوي ام سي كيو، از بيرسد باي 3 سوبرفيشال ارتريز اوف ذا فيمورال ارتري اللي طالعين from deep to superficial and the great saphenous vein اللي داخل from superficial to enter inside to be deep عشان ينتهي في الفيمورال فين. اظن سهله يعني، اذا الصافنس اوبننج دي لذيذه وبنت حلال، فتحه موجوده في الديب فاشيا محاطه superior lateral and inferior by sharp border اسمه falciform border covered by thin layer of superficial fascia اسمها cribriform fascia، تعطي باسج للستراكشر جاي من بره superficial عشان يخش للفيمورال فين جوه اللي هو جريت سافنس فين بعد ان يستقبل الثلاثه superficial veins دول، وبتدي باسج للثلاثه superficial branches اللي طالعين من الارتري اللي هو العميق اللي هو الفيمورال ارتري اللي جوه علشان يطلعوا بره ويروحوا يتوزعوا يبقوا سوبرفيشال. جميل جدا. طب في ايتم ايه تاني مهم في دي فاشيا؟ حاجه اسمها اليوتيبيال تراكت، من اسمها سكند باند اوف ذا دي فاشيا اكستندنج بتوين ذا اليوم اند ذا تيبيا، سميته اليوتيبيال تراكت. What is the definition of iliotibial tract؟ It's a second band of the fascia lata at the lateral side of the thigh. لازم اعرف الاوريجن بتاعها والانسرشن او الاتاتشمنتس بتاعتها، يعني بلاش نقول اوريجن وانسرشن. انها تمتد between tubercle of the iliac crest. Where is the site of the tubercle of the iliac crest؟ حاجه المفروض خدتوها في العمل. يقع 5 سنتيمتر behind the anterior superior iliac spine. يعني عد 5 سنتيمتر خلف الانتيريور سوبيريور ايلياك سباين على اللاترال ليب اوف ذا ايلياك كريست، هتلاقي نفسك وصلت للتيوبركل اوف ذا ايلياك كريست، وبعدين تنزل تمسك تحت في الفرونت اوف ذا لاترال تيبيال كوندايل. تمسك فين تحت؟ في الفرونت اوف ذا لاترال تيبيال كوندايل. برافو، اهو بتطلع من التيوبركل اوف ذا ايلياك كريست وتنزل تحت تمسك في الفرونت اوف ذا لاترال تيبيال كوندايل، يعني يبقى شكلها بالمنظر ده زي ما احنا شايفين، موجودة في اللاترال سايد اوف ذا ثاي. من ضمن المعلومات المهمة جدا انها بتريسيف الانسرشن اوف تو ماسلز تنسور فاشيا لاتا كلها من قدام اللي هنتكلم عنها بعد شوية، اند سوبرفيشيال فايبرز اوف جلوتياس ماكسيمس من ورا. وعلشان تبقى دقيق مش هتقول سوبرفيشيال فايبرز بس، هتقول سوبرفيشيال 3 كوارترز، يعني الثلاث ارباع السوبرفيشيال كلهم بتوع الجلوتياس ماكسيموس اللي هي عضله الاليا العريضه اللي هي من ورا في منطقه الاليا زي ما احنا شايفين، بتروح تعمل انسرشن في الاليوتيبيال تراكت من ورا. يبقى اذا الاليوتيبيال تراكت ريسيف ذا انسرشن اوف تو ماسل، واحده جايه لها من قدام اسمها تنسور فاشيا لاتا، واحده جايه لها من ورا اسمها السوبرفيشيال فايبرز اوف جلوتياس ماكسيموس. طب لما يبقى عندي دي فاشيا بالمنظر ده، في عضلة بتشد عليها من قدام وعضلة بتشد عليها من ورا علشان تخليها تنس،
وظيفتها ايه؟ سكند باند اوف دي فاشيا يمتد بين الايليام والتيبيا، يبقى اذا هي ليها وظيفه مهمه جدا in the stabilization of the pelvis on the thigh. يبقى بتمسك البلفس على الثاي وفي نفس الوقت يا رايحه تمسك في التيبيا، يعني بتعمل كروسنج للني جوينت، فتعمل سبورت للاكستندد ني ان ستاندنج. لما نبقى واقفين على رجلينا كده كلنا نبقى نحسس على اللاترال سايد اوف ذا ثاي بتاعنا، هتلاقي اللاترال سايد اوف ذا ثاي بتاعك فلات فلاتند، ما هواش بارز بسبب وجود دي فاشيا دي، وبتبقى مشدوده جدا، هتحسها تحت جلدك. كلكم انتوا واقفين كده في السكشن او واقفين في المواصلات او واقفين بتتكلموا مع زمايلكم، حط ايدك على اللاترال سايد اوف ذا ثاي بتاعك، هتلاقيها لونجيتيودنال تنس ستراكشر، دي فاشيا مشدوده علشان تعمل ستابيلايزيشن للبلفس اون ذا فيمر او اون ذا ثاي، وفي نفس الوقت تعمل سبورت للاكستندد ني. وخلي بالك بقى لو الني بتاعتك بارتشال فليكسد، يعني لو انت واقف كده ايه تاني ركبتك نص تانيه كده بارتشال فليكشن اوف ذا ني، هي برضو اللي بتعمل لها سبورت عشان تفضل في مكانها ده. يبقى ده كان تاني موضوع عندنا في السبيشال ايتمز اوف ذا فاشيا لاتا. الموضوع الاخير انتر ماسكولار سيبتا، واعتقد كلنا مش مستغربين للاسم ده. سمعنا في الارم على ميديال ولاترال انتر ماسكولار سيبتا ماسكين في الميديال ولاترال بوردرز اوف ذا هيومر علشان يقسموا الارم انتو انتيريور كومبارتمنت، كان فيه بايسبس وبراكاليس وكوراك وبراكاليس، وبوستيريور كومبارتمنت اللي كان فيه الترايسبس. صح؟ لا اخفيكم سرا ان احنا برضو عندنا هنا انتر ماسكولار سيبتا ان ذا ثاي، بس عددهم ثلاثة زي ما خدنا في الانتيجومنتري سيستم في الانترودكشن، ان دي فاشيا sends from its deep surface intermuscular septa to divide the regions into functional compartments. فاذا عندي ثلاثة intermuscular septa رايحين يمسكوا في لينيا اسبرا اوف ذا فيمر، ده كت سيكشن ان ذا ثاي زي ما احنا شايفين، وهيبقى ده لينيا اسبرا اوف ذا فيمر رايح يمسك فيه ثلاثة intermuscular septa، فقسموت لي الثاي انتو 3 كومبارتمنتس، كل كومبارتمنت له فانكشنال جروب اوف ماسلز وذ نيرف سبلاي خاص بيه. هيبقى عندي 3 كومبارتمنتس، ذا انتيريور كومبارتمنت او اكستنسور كومبارتمنت عكس الابر لمب بقى، اكستنسور كومبارتمنت علشان طبعا في الامبريولوجي اللي هو اللمب لف عكس الابر لمب، فبقت الكوع بتاعك من فوق باصص لورا والكيوبيتال فوسطة قدام، فبقى الفليكسور كومبارتمنت هما اللي قدام، اما في اللور لمب ركبتك بقت هي اللي باصه قدام والبوبليتيال فوسطة بقت باصه لورا، فالاكستنسورز بقوا هما اللي قدام والفليكسورز بقوا هما اللي ورا. It is the reverse of the upper limb، عكس الابر لمب بسبب ان الروتيشن اللي حصل في اللور لمب واحنا اجنا في بطون امهاتنا كان عكس الروتيشن اللي حصل في الابر لمب، the upper limb rotated laterally and the lower limb rotated medially، وده اللي عمل الاختلافات اللي بين الابر لمب واللور لمب، فبقى الانتيريور كومبارتمنت هو الاكستنسور كومبارتمنت اوف ذا ثاي، واللي بيديله نيرف سبلاي هو الفيمورال نيرف، والميديال كومبارتمنت هو الادكتور كومبارتمنت اوف ذا ثاي اللي بيخلينا نعمل ادكشن، فهو اللي فيه الادكتور ماسلز وذ اوبتيوريتور نيرف بيعمل لهم نيرف سبلاي، والبوستيريور كومبارتمنت هيبقى هو الفليكسور كومبارتمنت اللي هو الباك اوف ذا ثاي، وبيبقى فيه السياتيك نيرف عشان يدي نيرف سبلاي لذيس كومبارتمنت. يبقى احنا كده خلصنا الجزء الاول من الفرونت اوف ذا ثاي وهو الفاشيا اوف ذا ثاي.